الحمد لله على بركة الله بحشب التمر. غادي نحتاجو 500 غرام ديال السميد رقيق، كاس متوسط ديال سنيدة، كاس متوسط مخلط بين زيت المائدة وزيت الزيتون، راس معلقة صغيرة ديال الملح، جوج صاشيات ديال الخميرة ديال الحلوة ديك الحمراء، 7 غرام في كل صاشية. عندنا معلقة ديال النافع حبوب، كاس متوسط ديال التمر مقطع طريفات صغار، وجوج كيسان ديال العنبة ديال الحليب، وتقدر توصل حتى لجوج كيسان ونص على حساب النوعية ديال السميدة. واخا نعاود المكونات لو سمحتي. عندنا 500 غرام ديال السميد رقيق، كاس متوسط ديال سنيدة، كاس متوسط مخلط بين الزيت النباتية وزيت الزيتون، عندنا راس معلقة صغيرة ديال الملح، جوج صاشيات ديال الخميرة ديال الحلوة، معلقة كبيرة ديال النافع حبوب، كاس متوسط ديال التمر مقطع صغير، وجوج كيسان حتى لجوج ونص ديال الحليب. حليب عادي بارد. كنخلطوا المكونات كلها حتى كنحصلوا على خليط متجانس. كناخذوا المقلة الثقيلة كندهنوها بالزيت، كنرشوها بشوية سميدة رقيقة، وكنديروا فيها الخليط ديالنا، كنسرحوا شوية بالمعلقة. نبسطوا شوية. وكندخلوا الفران ديجا سخناه، وكنخلي وقت تقريبا من 30 حتى 40 دقيقة. ايه واخا. يعني حرشة صغيرين ولا يعني لا ممكن حرشة كبيرة؟ لا حرشة عائلية. ايه يعني اما ممكن انا ممكن بغا يديرها في دوك ليمون الصغار ديال لي طاح. واخا يعني انت قدمت انها كحرشة كبيرة، وممكن نديروها حرشة صغيرين. انا قدمتها حرشة عائلية، وكيبقى الاختيار لكل سيدة على حسب الذوق. الله يعطيك الصحة. حرشة ديال التمر.